هو ايه علاقة محمد ده عامل النظافة بتاع كشري التحرير بفوز منتخب السعودية التاريخي على منتخب الارجنتين في كاس العالم؟ صدق او لا تصدق، مع الصحفي احمد الجدي. في عام 1998 بعد اعتزال المدافع الفرنسي المتواضع فنيا هيرفي رينارد، قرر انه يشتغل كعامل نظافة في بعض الاندية الفرنسية، وكان واثق ان مستقبله الكروي اصبح سراب لانه ما كانش لاعب كبير وما كانش ليه علاقات قوية في وسط الكروي الفرنسي، ولكنه ما استسلمش. كان بيجمع القمامة ويغسل السجاد وبرضه ياخد الكورسات والدورات التدريبية المعتمدة عشان يبقى مدرب. وبعد سنوات من الكفاح جات له الفرصة ان يبقى مدرب وينتقل ما بين الاندية الفرنسية كمساعد لمدربين كبار، حتى جاءته الفرصة واصبح معروف في افريقيا ودرب العديد من المنتخبات هناك كمدير فني ورجل اول، ودرب رينارد زامبيا وساحل العاج وكمان المغرب والان السعودية، وقدر يحقق بيهم فوز عظيم على منتخب الارجنتين كاول منتخب عربي يفوز على هذا المنتخب في كاس العالم. رينارد كان عامل نظافة لكنه آمن بحلمه وسعى ليه بكل جد بعيدا عن اي كلام، في حين ان محمد كان نفس عامل نظافة ولكنه اختار الترند عن العمل الجاد. رأيكم ايه؟ اكتبوا لي في الكومنت.